طيب خلاص هدف عيال ناخذ جهاز حد مير ما شاء الله ما يحتاج ها ايه ندفع يا ولد وانا بريد برا ها برا جميده يا ولد بس والله دفينا لو فكان سحر عود برد ها يا اخوي يوم غادي تسولف انا العشاء ترى كان دفى دفى بالحي طبيعي والحمد لله والله الايام هذه زينه اعطيكم قصتين حصلت على الشايب ابوك اي طره العماله الله يطول بس امين ايام الشباب يقول رايح يم الدير يقول مريت محطه يقول من اول الناس تشر تروح قل السيارات وقل يقول يركب معي واحد يقول وقف عند المحطه تمشكلت مع العامل العمال ما لهم عدد المحطه يقومون كل ابوهم يبوني يقول اتناقش مع العامل لا جام امسك من ورا تقول ماسكني جرديه يقول عليهم شباب اتفلت منه يقول ما دريت غير ضربه العقال متني على العامل خويه يضربه بالعقال عضها هو واحد ما يعرفه بس ركب معه يوديه يفكني العامل يقول عبير مزيح احنا يشوي شرط عمال يقول ندبر الروح نزل هذاك الموقف هذا يقول استغربت يقول رجال يوم ركب معي ساكت ما هرج يقول ما توقعت اني هز بالسياره يقول ساكت كذا يقول اللي شلته هذا واللي خرجني من قصص قصص الوالد رجل بس بعضها ذكرت لي قصه شوي فيها كنا وقتها رايحين انا واهلي طالعين من الحفر رايحين لجده معنا جدتي ام ابوي الله يرحمه الله يرحمه فجينا وكان وقتها الخ الضباب قالوا شوف الدرب كنت اخبر ابوي كان يطلع مع الدريشه ويمسح القزاز بشماغه على الخط الله اكبر من الضباب على الخط ما كان ينشاف فوقتها انا يمكن عمري اربع سنوات فقلت لابوي با اوقف ابا اقضي حاجتي على جنب الخط يوزنك كان لا كنت نحيي لا كنت نحيي كيس البقارة عندنا في مرتبة يرمي فيهم مليون اسمع يشتري له في 20 المهم فوقف ابوي ونزلت لحالي اقضي حاجتي على السيارة وقفت ورا سيارتنا والله اني ما اذكر زدت البيض وموديله بالتسعينات ما تنسى ما انسى اليوم هذا ونزل علي واحد يهددني كان ليش؟ اني اجي اركب معه وانا جنب السياره كنت انت الحين ابوك موجود وهو ابوي ما يدري ما انتبه كان مطفي النور هذاك جاي يمشي مع التراب من تحت وكان معه الكلبش والله اني الموقف هذا ما انساه ايوه فجاني ووقفت مكاني انا وقتها كنت توي برجع السيارة على وقفته وانا راجع السيارة فيوم جاء وقف انا وقفت مكاني فقمت اصيح انادي ابوي انا اقول ليش كذا هو كان خايف وقتها اجل ليش؟ اسمع كان خايف انه قدامه كان في نقطة نقطة التفتيش مين بعيد الحين كانت واضحة المهم نزل ابوي عليه ونزل ابوي قام يهدده بعد فصارت مشادة يوم صارت مشادة زبنت ركبت السيارة بس على امي كنت وقتها صغير المهم ما ادري شلون عاد تفاهم هو وابوي ما ادري شلون خلصوا الامور ما ودنا نذكر بعض التفاصيل ابوك ذكي ابوك مع عائلة بيحاول ياخذ اي لازم هذه السياسة السليمة انه كان خواتي وامي وجدتي ترى دائما صار معك عائلة فالموقف هذا ما انساه طول عمري
ومره بعد في موقف تذكرت على طاري الضياع، مره طالعين للبر لقيت فقع انا واهلي، انا يا طويل العمر انا نلقط وانا راجعين وانا قبل لا نرجع تو خلاص ركبنا المسار بنمشي، وانا افقد بوكي. قلت بوكي وين؟ طقته كلها في البر. اسمع لا تروح على البر، لاني بخلص البر ابشرك. في موقف ثاني بلاقي بقول لك اياه. يعني. المهم اقعد ادور ادور نروح للاماكن اللي رحنا لهن، حمار ما مشين يا ولد. امي قالت لي قول اللهم رد لي ضالتي، كرر الدعاء هذا وبيجيك الشيء المضيع. لعلي سمعته غلط. قعدت ثلاث ايام ادعي، طبعا رجعنا ما لقيته، قعدت ثلاث ايام ادعي اللهم رد لي ضارتي. بعذرك ما تلقاه عندنا. بعد ثلاث ايام كنت جالس بالصاله توي مخلص الصلاه وقاعد ادعي ان ابوك كان بو اغراضي وكان بو فلوس احتاجها، فكنت ادعي بالصاله قلت اللهم رد لي ضارتي بالصاله. حد الان صام ابو فلاح. انا ما امي انتبهت قالت شو تقول؟ قلت عشان يرجع ابوكي. انت تقول لي الدعاء؟ قالت اللهم رد لي ضالتي يا اثول. انا وانا ادعي الدعاء هذا والله العظيم ها اني قمت من الصلاه رحت شربت لي ماء وطلعت ركبت موتري. وين لقيت ابوكي؟ سياره. بس سياره بس وين؟ اعتمرت. تعرف اليد اللي فوق تجي هنا حاط ابوكي علي. تخيل ثلاث ايام اطلع واروح واجيب السياره ولا شفته. عقد مستاكر شفت ما طاح ما طاح ثابت فوق واضح عرفت الموتر جيب. لا يا رجال طراه يمشي يقول الله يرجع ابوك علي وزي كذا. من اول يوم عمرنا 10 9 والله اني ما اذكر العمر بالتحديد لكني افهم العلم. واحد عندنا ابو 11 سنة تقول ابوه 800 مجرم ارحب ارحب اسلم. وش يسوي؟ ياخذ ساعتك من ناحية يروح يدسها ورا اشترى ذيك. ليش؟ علمك اسمع باقي ساعة. المهم باقي ساعة. لا يا رجال وين؟ خمس ساعة. خمسة علمك؟ خمسة ثلث. يدسها ورا اشترى ذيك ويجيك يقول هو اول شيء اول ما سوى قال وش تبغون انتم؟ احنا اثنين قال وش تبغون؟ قلنا انا بجوال. قال اوكي وش تبى؟ ابى اي حاجه يعني لعب. تليفون الثابت يدق يضغط سبع ارقام الو على يكلم. قال وين القى الجوال؟